الإضافات اللي على جهازنا 4 سنين شيرينج و3.5 سنين اي بي تي في. واهم هذه السيرفرات الشيرينج هو سيرفر ناشير في 2 الغني عن التعريف المنافس للفور ريفر. ده الريموت اللي احنا هنستخدمه، وده زرار منيو وزرار اكزيت، الزرار اللي احنا هنستخدمها في البرمجة وفي شرح استعراض الجهاز. هنستخدم يمين وشمال وفوق وتحت وزرار اوكي في الدايرة، وزرار منيو للدخول، وزرار اكزيت للخروج، وزرار الملونة دي الاحمر والاخضر والاصفر والازرق هنستخدمهم في استعراض الجهاز، وهنعرف وظيفة كل من هذه الزراير. نتوكل على الله على التلفزيون. زي ما احنا كده اول ما بنوصل الجهاز بتبقى دي الشاشة الافتتاحية. نضغط منيو. اول حاجة هنعملها هنروح عند تحديث الجهاز. هنتعلم ازاي نعمل تحديث لجهاز سيناتور 9900 ماجيك. هنيجي عند كلمة تحديث وهنضغط اوكي. الاول هنربط الريسيفر بالانترنت، هنيجي على واي فاي. طبعا وكده عرض لنا الشبكات. هنحط الباسورد بتاعنا وهنضغط على الزر الازرق للتأكيد، وهننزل عند اكثر وندوس عليها ونتأكد من الرقم دوت، وهنضغط على الازرق التأكيد وهننزل هنضغط علامة صح في المربع دوت كده بزر اوكي. هننزل عند كلمة ربط ونضغط اوكي. كده الجهاز ربط معانا انترنت. وهننزل عند اف تي بي ابجريد وهنضغط اوكي. بالبرمجة بنضغط منيو، ومن منيو بنختار تركيب، من تركيب ضبط الهوائي، من ضبط الهوائي بنختار الامر المراد تثبيته، نختار النال سات. طبعا هنا موجود عشان نبحث، موجود هنا تحت اسفل زرار الازرق بحث، فاحنا ندوس على الزرار الازرق في الريموت هيطلع لنا الخيارات دي. هنختار افضل طريقة للبحث وهي البحث الاعمى. ليه بنختار بحث اعمى او بحث عشوائي او بلند سكان؟ كل منهما واحد، ولكن البحث الاعمى بينزل لنا الترددات والقنوات. يعني لو احنا شايفين تحت كده هتلاحظوا الترددات بتنزل ومن فوق بتنزل القنوات. ننتظر لحين الانتهاء 100%. طبعا هو كده الريسيفر خلاص اوشك على الانتهاء. تمام كده خلص برمجة. جايب لنا رسالة جميلة ايه، 921 قناة تلفزيون و255 قناة راديو. هل تريد حفظ البحث؟ هنضغط اوكي. طبعا هنقول له حفظ. لتفعيل الشيرنج بنضغط منيو، ومن منيو بنختار الوسائط المتعددة. من الوسائط المتعددة بنضغط اوكي. لو الحاجات اللي احنا شايفينها دي ملقتهاش موجودة بتضغط بالزراير اللي في الريموت 25 17، قايمة بتظهر معاك او بتختفي. لو لقيتها مش ظاهرة زي كده بتضغط من الريموت 2 5 1 7، هتظهر قائمة الشيرنج. السيرفرات اللي موجودة النشير لمدة سنة، الفا برو لمدة سنة، نشير فيرجن 2 لمدة سنة. طبعا ده تاريخ التفعيل بتاعه، ده تاريخ التفعيل بتاعه من 2024 ل 2025، وبتضغط زر الاخضر في الريموت للتفعيل. طبعا السيرفر دوت بيفتح لنا اغلبية الباقة الحمراء على النايل سات. شرح واستعراض ريسيفر سيناتور 9900 ماجيك. الريسيفر بتاعنا ماتيريال عالي، وبيأتي معاه 2.5 سنين الفا، وسنة ام اي اي بي تي في، سنة الفا شير برو، وسنة نشير فيرجن 2، و18 شهر نشير. يبقى مجموع السيرفرات اللي على جهازنا 4 سنين شيرينج و4.5 سنين اي بي تي في. وبيأتي مع جهازنا ريموت بلوتوث ماتيريال عالي، والبديل ليه ريموت تايمر، عدسة الاي ار
وكابل اتش دي الى حد ما معقول، وادابتور اصلي 2 امبير. لايكك الجميل واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.